استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قاعدة الصخير الجوية اليوم الدكتورة أدريانا ماري رئيسة قسم الابتكار في شركة ساب الأفريقية، وذلك بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين لحضور معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الخامسة. وقد رحب جلالة الملك المفدى أياده الله بالدكتورة أدريانا وأعرب عن شكره لحضورها معرض البحرين الدولي للطيران، مشيدا جلالته بمجهودات الدكتورة في المجالات العلمية والتكنولوجية وحرصها على اكتساب الخبرات والمعرفة والاطلاع على كل ما هو جديد في التقنيات الحديثة. وأكد جلالته على أهمية النجاحات التي حققها معرض البحرين للطيران منذ انطلاقته وحتى هذا المعرض، وبالمشاركة الكبيرة والمتميزة للشركات الكبرى العربية والعالمية بمختلف تخصصاتها المدنية والعسكرية، ما يعكس النجاح المتواصل في تعزيز موقع البحرين على خارطة معارض الطيران العالمية. وقد أعربت الدكتورة أدريانا ماري عن بالغ شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال، مشيدة بما حققه المعرض من نجاح باستقطاب هذا العدد المتزايد من الشركات العالمية ومختلف العارضين.